تليفونك هنكلمك تاني. ارجو انكم ما تقفلوش الخط يا جماعه، لان عندي خبر عاجل مهم جدا بس بنتاكد منه قبل ما نقوله. خلينا الاول نواصل الحديث عن ملف النادي الاهلي قبل ما نقفل الملف ده، واخد الاستاذ احمد السيد مراسلنا في النادي الاهلي. استاذ احمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا استاذ عبد الناصر، واهلا بضيوفك الكرام الاستاذ فتحي سند والكابتن حماده رصيدي والاستاذ هشام ابو حديد وكل مشاهدي كوره بلدنا. يعني ردود افعال التعاقد اللي تم بالامس واخر اخبار النادي الاهلي ابو حميد. يعني خلينا فعلا نبدا بكلام حضرتك بخصوص رعايه برزنتيشن للنادي الاهلي والمؤتمر الصحفي الجميل الذي تم اقامته في النادي الاهلي. ردود افعال جيده جدا في الاوساط الرياضيه وبخصوص كمان التعاقد والمبالغ الماليه لجماهير النادي الاهلي في حاله سعاده بلا شك. جماهير النادي الاهلي من خلال العديد من المنصات والمواقع الاجتماعيه والسوشيال ميديا وحتى في اعضاء النادي الاهلي كمان العموميه التاكيد على قيمه النادي الاهلي الماديه. ربما يعني بعض يعني ينتابوا بعض القلق بعد فسخ النادي الاهلي لتعاقده مع شركه صلا، الا ان قيمه النادي الاهلي التسويقيه دائما ما تجذب الجميع، وبالنهايه وباعلان النادي الاهلي عن القيمه التي بلغت يعني 520 مليون جنيه وفقا لما 510 كما اعلن المتحدث الرسمي ومدير الاعلام الاستاذ مصطفى طنطاوي معنا منذ دقائق. 510 لان كتبت خطا في المواقع. يعني مش هنختلف في ال 10 مليون دول؟ لا لا نختلف، احنا دورنا في كل بلدنا نجيب الرقم الدقيق 510. تمام، هو الاعلان تم 520 مليون لكن وفقا لتصريحات الاستاذ محسن مصطفى طنطاوي 510، لكن خلينا نتكلم في قيمه تسويقيه اربع مواسم كمان في منتصف الموسم. يعني طبعا قيمه لشركه برزنتيشن، وطبعا وفقا لتصريحاتها النادي الاهلي قيمه تسويقيه ما فيش خلاف عليها، وبالتالي اعتقد دي حاله من الاجماع وحاله من الرضا لدى جميع مجلس اداره النادي الاهلي. يعني كان في تفاوض اكثر من ممتاز مع شركه برزنتيشن، وبالتالي كان الاعلان الرسمي بالامس يعني يعني حاجه تفرح جماهير النادي الاهلي. مبلغ كبير، مبلغ كبير لمده اربع مواسم. كان من قبلها كمان يعني موضوع تصنيع الملابس مع شركه امبرو، الاهلي بيع كمان في 400 مليون قيمه البث الفضائي مع البرزنتيشن. عشان كده زي ما حضرتك تفضلت وذكرت القيمه التسويقيه ورعايه النادي الاهلي قد تفوق المليار و100 مليون في اسوار النادي، في الاهلي ستورز، في الاهلي ديجيتال والموقع الرسمي. وصلت الى ما يقرب من مليون و200 مليون، مليار و200 مليون، مليار و200 في الاربع مواسم. وبالتالي النادي الاهلي كقيمه تسويقيه اعتقد لا خلاف عليها، وبالتالي يعني اكثر من صفقه اكثر من رائعه للشركه، وكذلك طبعا لقيمه النادي الاهلي التسويقيه. واعتقد حاله من الرضا تنتاب الجميع داخل النادي الاهلي من هذه الصفقه والتي جاء الاعلان عنها في وقت اكثر من مناسب واكثر من ممتاز للنادي الاهلي، خصوصا كمان بعد التعاقد مع رعايه ملابس الفريق لتاكيد مجلس اداره النادي الاهلي على انهاء هذه الملفات سريعا من اجل ترتيب القلعه الحمراء من الداخل. طيب طمنا على الاهلي وبعثته قبل ساعات من مباراه وفاق سطيف. نادي الاهلي عنده مباراه يعني بعد ساعات، مباراه وفاق الصيف دور قبل نهائي من البطوله الافريقيه مباراه العوده، اللقاء يقام في 9 مساء على ملعب 8 مايو في الجزائر. يعني مباراه هامه ومرتقبه، النادي الاهلي طبعا عنده طموح كبير في الوصول للمباراه النهائيه والحظ هذه البطوله الافريقيه الغائبه على النادي الاهلي. يعني كان في تدريب خاص النهارده على ضربات الجزاء قبل اللقاء الهام والمرتقب، كان في تقسيمه قويه. يعني مستر كارتيرون رغم يعني ان هو ما كانش حابب يزود مده التمرين، لكن في تقسيمه قويه اطمن فيها على بعض اللاعبين. كمان كان في بعض التعليمات بخصوص التمركز الدفاعي، اكد للعيبه على ضروره التركيز منذ اول دقيقه في اللقاء حتى نهايه اللقاء، طالبهم كمان بالبعد عن الالتفاف جماهير النادي الاهلي جماهير فريق وفاق الصيف المتوقع انها تحضر بكثافه للقاء. اكد على ضروره تجنب اخطاء دفاعيه والتركيز. يعني مستر كاسيرون محفظ اللعيبه بعض الجمل التكتيكيه اللي من المفترض كمان تطبيقها في اللقاء. يعني كمان كان في محاضره بالفيديو للنقاط القوه والضعف الخاصه بفريق وفاق الصيف، وبالتالي كمان مستر كاسيرون اكد على ضروره الاداء الجيد، وقال كمان انه ما فيش يعني حاله من عدم الرضا او خوف من ملعب المباراه سواء الجيل الصناعي. في المؤتمر الصحفي النهارده كمان كارتيرون قال ان المباراه مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي لن يلجا الى الدفاع بل بالعكس سيلعب كره هجوميه وسيلعب من اجل الفوز، مع التاكيد على احترام فريق وفاق الصيف اللي بيمتلك عناصر جيده.
ايضا كمان تاكد جاهزيه احمد فتحي للقاء وفاق الصيف، وبالتالي لاعب جاهز تماما للمشاركه في اللقاء، وكذلك وليد سليمان، وربما وليد سليمان لجا لبعض البرامج التاهيليه في الفتره الاخيره من اجل مشاركته في اللقاء، لان حضرتك عارف المباراه تكون على نجيل صناعي، ووليد سليمان احد العناصر المهمه في النادي الاهلي والذي اكد بقوه تواجده في اللقاء، ما فيش اي مشكله. ايضا في المؤتمر الصحفي النهارده حسام عاشور قال حلم الوصول لكاس العالم للانديه والحلم الذي يراود لاعبي النادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي جاهز لهذا اللقاء تماما، واكد ان جميع المعنويات عاليه جدا، وان نتيجه مباراه الذهاب يعني ما مش هتكون يعني مش هتكون هي مؤثره في مباراه العوده. قال تعليمات الجهاز الفني خوض هذا اللقاء فانها مباراه كؤوس والتركيز تماما منذ بدايه اللقاء حتى نهايته. في كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره اكد استبعاد مؤمن زكريا وناصر ماهر من البعض، ده جاء لاسباب فنيه، وان كارترون كان حابب يركز على القائمه المتواجده من اجل يعني التركيز على قوام الفريق. خلينا نقول قوائم الفريق، قائمه الفريق متواجده في اللقاء في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، حضرتك عارف شريف اكرامي موقوف افريقيا، خط الدفاع موجود احمد فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف وصبري رحيل وسعد سمير وسليف كوليبالي، خط الوسط موجود حسام عاشور والسوليه هشام محمد كريم ندرد احمد حمدي ميدو جابر احمد اسلام محارب وليد سليمان، خط الهجوم موجود صلاح محسن ومروان محسن ووليد ازارو، وبالتالي التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي بدات تتضع. اعتقد ان التشكيل لم يخرج عن وجود الشناوي في حراسه المرمى، سعد سمير وكوليبالي في قلبي الدفاع، احمد فتحي يمين، ايمن اشرف قد يكون لاعب يعني باك الشمال بسبب غياب علي معلول الاصابه، وكذلك وسط الملعب قلبي الوسط حسام عاشور والسوليه، امامهم وليد سليمان واسلام محارب واحمد حمودي، قد يتواجد ميدو جابر، وفي الهجوم وليد ازارو. في اهتمام اعلامي كبير بالمباراه وفي احتياطات امنيه مكثفه لهذا اللقاء، في تامين خاص لبعثه النادي الاهلي سواء في فندق الاقامه كذلك حتى في الانتقالات من والى ملعب التدريب، وهناك اهتمام اعلامي كبير باللقاء حتى من قبل الفيفا والاتحاد الافريقي لكره القدم. في اطمئنان كامل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على بعثه الفريق في الجزائر، كان في اتصال مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه، وكمان الاستاذ عمرو فاروق اجتمع بالبعثه واكد على ضروره تحقيق نتيجه ايجابيه وضروره التركيز في اللقاء، واجتمع مع حسام عاشور قائد الفريق واكد على ضروره يعني مواصله الاداء الجيد من اجل استعاده اللقب الافريقي من جديد للنادي الاهلي. كمان طيب. الشهر الاستاذ العمري فاروق للمسؤولين في السفاره المصريه على حسن الاستقبال وتوفير او تسجيل كافه العقبات امام بعثه النادي الاهلي. طيب خليك معايا يا احمد قبل ما نروح لما بعد المباراة وناخد اخبار النادي الاهلي بعيدا عن وفاق الصيف، كابتن حمادة يعني يبدو تركيز شديد في اللقطات الوافدة الينا من الجزائر، معسكر النادي الاهلي او بعثة